مرحبا، كيفكن؟ اليوم عندي وصفة شهية كتير أنا بحبها، عبارة عن لحمة مع فطر مع شوية بطاطا. منشوف المكونات مع بعض. عندي هون تقريبا نص كيلو فطر وشي 300 جرام بطاطا. قطعت الفطر لشرايح والبطاطا لمكعبات صغيرة. بعدين هون بحط بالطنجرة شوية زيت زيتون، وبعدين بضيف اللحمة عليها. عندي تقريبا 400 جرام لحمة، لحمة غنم. بتحبوا تفضلوا عجل ما في مشكلة. منهوس اللحمة لحتى تطلع المي منها، وبس تنشف المي عندي هون إضافة صغيرة، هي عبارة عن جوزة الطيب. رح أضيف البطاطا هون وأحركن مع اللحمة، وأغطي الطنجرة لمدة تقريبا شي 10 دقايق وأكشف عنها، وأحرك البطاطا لحتى تستوي عندي تقريبا 3/4 استوى. بعدها رح أضيف الفطر وأحركه مع اللحمة والبطاطا لحتى يدبل عندي الفطر شوي. وبعدها رح أضيف عليه شوية تقريبا معلقة ملح، ورح أضيف عليه معلقة فلفل أسود. بقلب المكونات كلها مع بعضها، بعدين بغطي الطنجرة وكل شوي بكشف عليهم لحتى تستوي كل المكونات مع بعض. عندي هون جنبه حبيت أقدم سلطة لبن بخيار، عبارة عن خيار مقطع، ضفت عليه سنتوم مهروس، ملح نعناع مجفف، وشوية لبن. هذا الشكل النهائي للوصفة. أتمنى تكون عجبتكم، وصحتين وهنا.